البشر في العلوم والفنون، ولسه الحضارة المصرية القديمة قادرة على إبهارنا بكل غموضها وأسرارها اللي كل يوم بنكتشف منها سر جديد. لحد النهاردة لسه اكتشافاتها بتسمع في الدنيا كلها، لسه لما بنسافر لأي مكان ونقول إننا مصريين عيون الناس بتلمع ويقولوا بصوت كله حماس: مصر أرض السحر، أرض الجمال، أرض التاريخ، كل شعوب الأرض لما بتدور على جذور الحضارة بتيجي عندنا هنا في مصر أم الدنيا. هرم خوفو، أهم عجائب الدنيا السبعة اللي اتبنى من أكتر من 4500 سنة ولحد النهاردة والعلماء معترين في امره. ازاي المصريين حاجه بالعظمه والدقه دي بادوات تعتبر اقل من بسيطه لو قارناها بتكنولوجيا النهارده؟ الاجابه هي اللي بسيطه: المصريين قدروا يبنوا الصرح العملاق ده بالفكر، بالمعرفه، بالمهاره، وقبل كل ده العقيده والايمان هم السر الحقيقي للخلود. مصريين بقى في السنين والناس من كل بلاد الدنيا بتيجي هنا عشان تزور الأثر العظيم ده اللي بناه يعتبر معجزة معمارية لمهندس عبقري، ونقوشه وألوانه الزاهية وراهم ذوق فنان مبدع. معبد الدير البحري اللي بنته الملكة حتشبسوت، أشهر ملكات مصر والعالم القديم، من حوالي 3500 سنة في حضن الجبل بغرب الأقصر. حتشبسوت تشهد للمرأة المصرية بالشطارة والمهارة والحكمة والصلابة، فعهدها الزهر البنى والتشييد، وتماثيلها وأثارها الرائعة موجودة لغاية النهاردة في كل مكان، وهي أصل المثل المصري: ست بميت راجل. المثل المصري برضو قال: مصر ولادة، ولادة للموهبة والإبداع، ولادة للحضارة والثقافة. عشان كده مصر مليانة مثل، لأنها أول أرض عرفت الاستقرار والازدهار. ويمكن من أشهر الاكتشافات الأثرية اللي أبهرت العالم على أرض مصر كانت مقبرة الفرعون الشاب توت عنخ آمون. العلماء الآثار اكتشفوا محتويات المقبرة دي كاملة، وموميا الملك متحنطة ومحفوظة في توابيتها الفريدة، وقناعه الذهبي المشهور لسه محتفظ ببريقه كأنه معمول امبارح. تخيلوا لما يبقى مقبرة واحدة بتضم أكتر من 5000 قطعة أثرية، دي يلزمها متحف كبير زي اللي احنا واقفين فيه النهاردة. محتويات مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون فعلا تعمل لها جناح ضخم لوحدها، وهتتعرض لأول مرة كاملة في المتحف المصري الكبير، وده يعتبر أكبر مشروع حضاري وثقافي في القرن 21 هنا على أرض مصر. آلاف السنين والناس مش فاهمين ازاي الفراعنه قدروا يبنوا الحضاره العظيمه، ازاي بادوات بدائيه قدروا يحفروا تحف معماريه في جبال صخريه. الهرم بقى ازاي الشمس بتتعامد على وش رمسيس في ميعاد معين كل سنه؟ ازاي لآلاف السنين والناس بتسال روحها ايه هو سر الفراعنه؟ لحد من حوالي 200 سنه لما نجح عالم المصريات الفرنسي شامبليون يفك رموز الكتابه الهيروغليفيه من خلال حجر رشيد، وكانت الحقيقه على قد بساطتها مبهرة. سر الفراعنه مش مكتوب في برديه ولا منقوش على جداريه. سرهم مش بس معرفتهم بعلوم الفلك والطب والهندسه، ولا في العلوم اللي برعوا وتفوقوا فيها ونقلتها عنهم كل الحضارات اللي جت بعدهم. سر الفراعنه الاكبر هنا القلب. استقر في قلب المصري القديم عقيده قويه من الايمان، وقيم الحب والعدل والخير والسلام. امن المصري القديم بمفهوم المعاد، النظام الكوني اللي بينتصر للخير والحق والعدل والمساواة، وبيرفض الفوضى والشر والظلم. آمن بالثواب والعقاب والحياة بعد الموت والحساب. المصري القديم ما مرعش بس في الهندسة والطب والتحنيط، لا، المصري القديم بإيمانه وعقيدته امتلك مفتاح الحياة نفسها. المصريين القدماء عرفوا الروح
وأمنوا بنقائها وخلودها، وفهموا إن الجسد أمانة وحاولوا يحافظوا عليه لما الروح تغادر وتقابل خالقها. كل البنى والتشييد والعمارة، علوم الفلك والفنون، أسرار التحنيط، كان الدافع وراهم هو الإيمان بالحق والعدل وبالبعث والحساب والخلود، آملين في حياة ما بعد الموت، حياة مثالية خالية من الصراعات والشرور، جنة دائمة يعيش فيها كل من عمل خير في الدنيا. لو بصينا حوالينا لكل اللي وصلنا له هنلاقيه في الأصل كان فكرة، نبتة بذرة في خيال إنسان، إنسان عنده حلم يغير شكل الحياة، وإيمانه بيها خلاه يعافر وراها، وبالمعرفة وبالمهارة حولها الحقيقة. الخيال والإبداع هو السر وراء أول بناء حجري متكامل في التاريخ، وأول بناء هرمي يعرف البشر. الخيال والإبداع طور المصريين القدماء معرفتهم ومهارتهم ومواردهم، علشان زي ما بنقول بالمصري يعملوا لآخرتهم، علشان يسيبوا لنا آثار خالدة عابرة للأزمنة. الهندسة والعمارة اللي فيها حقيقي معجزة، بس النقوش اللي عليها هي ورثنا الحقيقي، هو صوت الضمير الإنساني الحي اللي بيشهد بفطرتنا السليمة منذ بدء الخليقة. إيمان المصريين القدماء صنع حضارتهم، بنى دولتهم، أقدم دولة متكاملة الأركان عرفها التاريخ. إيمانهم وعقيدتهم زادوا من قوتهم، وكان جيشهم أقوى جيوش الأرض، جيش بيحمي الناس والعرض، وأثرهم اللي عايشة لحد النهاردة شهد على عظمتهم اللي نبع من إيمانهم وحضارتهم، بيتحاكى بيها التاريخ ويتباهى بيها البشر، وعلى مر الزمن هتفضل هي الوصلة، طاقة الإلهام والنور لكل البشر.